لو لسه ما تعرفش ازاي تغير الربط التالت كمل للاخر وانا هقول لك ازاي، بس يا ريت في الاول تعمل لايك وفول عشان تشجعني. اول حاجه هتروح على الاعدادات، هتلاقي قدام البريد كلمه تغيير، ولو انت برضو رابط رقم تليفون تقدر تغيره. المهم بقى عشان تغير البريد مثلا هتروح وهتدوس على تغيير، هتلاقيه طالب منك شويه شروط، واولهم انك تكون سجلت بالايميل ونفس التليفون 15 يوم في الشهر على الاقل، وتاني حاجه لازم يكون عدى على ربط الايميل 7 ايام على الاقل، واخر حاجه لازم تكون مسجل بالايميل اللي انت عايز تغيره. يعني ما ينفعش مثلا تكون مسجل باي حاجه ثانيه وتقول لي انا عايز اغير البريد. وبمجرد لما تخلص كل الشروط هتلاقي مكان تحط فيه الايميل الجديد، هتحطه وهتدوس هنا عشان يجيلك رمز على البريد الجديد، هتاخده وتحطه في الخانه دي، ومبروك عليك. وفي الاخر ما تنساش تعمل منشن لصاحبك واعرفه الطريقه وبس. سلام.